امي امي شوفي يو شو عم تقول؟ إيه ما في غير الحل. وينه؟ طالع واحد من خزانتي. هات المفتاح. ولا اقول لك في واحد على القلقة اعطيها. لا تسلم على الايدين. جليلي جليا. ركزي الآن مشان نشربها سوا ما راح اضيفها. ايه؟ اهلين وسهلين بام خالد. اهلين وسهلين. اف اختي شو بتحكي؟ بدها تسألني عن صغيرة وكبيرة مع اني قلت لها جايين نزورها بس ما عندها صبر بدها تعرف كل شيء اول باول. يا عيب الشوم ما تاخذونا مع اني قلت لها ومنبه عليها اني عم بحكي من عند الجيران وموصيتها ما تحكي على التليفون الا ضروري ضروري. ولو ام خالد الناس لبعضها ليش اخترعوا التليفون مو مشان الناس تحكي فيه؟ نحن اصلا ما بنستعمله ما لنا حدا نحكي معه. شو بالظاهر في عندكم ضيوف؟ ايه عندنا صهري. ايوه ان شاء الله مبروك. وانت العرس ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله عن قريب بس ما يحاول يدور على بيت هيك يعني هيك احسن ما تعمل. ليش عم طالع لي عم تتفتل بقميص النوم؟ روح جيب البنطلون من جوا لاغسله يا عاجبك منظري عم تضحكي ما هيك؟ بدك حاجة صلصلة فوتوا لجوا بقى. يلا خاطركم. مع السلامة ام خالد. يا اهلين وسهلين بام خالد. عايزية خالي ها؟ لا تاخذينا بتعرفي يوم الجمعة نحن بنفطر فول قام نقط نقطتين زيت على بنطلونه شو بدنا نساوي؟ هو بالعادة بياكل بيشخر على حاله. يظهر انا اجيت بوقت مو مناسب. ام احمد اذا عاوزين شي بنطلون ببعث لك من بنطلونات جوزي. لا لا هلا 10 دقايق بفضل له.